الجهل والأسف عم وطم في التوحيد وفي غيره. يعني شخص ممن هو حريص على الخير وعنده عاطفة على ما يصيب المسلمين من الآلام والجراحات وما شابه ذلك، ورسائله كلها تدل على أن به خيرا حتى من حيث الصورة، ورؤية صورته وهو يشرب بيساره، يعني في أقل أمور يعني مثل هذا يجهل؟ تحريم الشرب باليسار كما في صحيح مسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. إلى هذه الدرجة الإنسان، مع أن هذا الشخص ليس شخصا عاديا، تقول والله مثلا يجهل، يعني حتى أصغر الناس وأجهل الناس يعرف أن الشرب باليسار حرام وأنه من التشبه بالشيطان. لما؟ لأنه تربى من حين ما كان صغيرا طفلا إذا أكل الطعام فأكل باليسار قيل لا انتبه الشيطان يأكل بيسار. إلى هذه الدرجة هل هو الجهل؟ ما أظن. التساهل فيبحث عن أمور عظام دقيقة ما يلج فيها إلى العلماء الكبار الذين رسخوا في العلم، ويدخل في مثل هذه المسائل، أو أنه يجهل مثل هذه المسائل أو يتساهل بها. يعني فيه اختلاف وبون شاسع، قضايا شائكة جدا يدخلون فيها وهم يجهلون أسهل ما يكون من المسائل. نعم.